الأمومة أضافت إيه لساندرا؟ هو التراب ده بقى. التمسك أكتر بالتراب ده. لأنه بتبقى في لحظة اللي أنا بشوفه برضو بكل حد يخلف، أنا عايز بقى ربي ابني عشان لما يسافر ويروح فين. لا، ومش بقولها هو بقى عندي ابن، لا مش عايزة يسافر، أنا عايزة مجدي يعقوب صغير، أنا عايزة نجيب، أنا عايزة الناس دي، فأنا عايزة أغرس فيه ده بأي شكل، أنا عايزة أخليه عايش في البلد، مش عايزة في كومباوند. وكومباوند مش قصدي معنى كومباوند، مش عايزة في بابل، في بابل في فيترينة، لا أنا عايزة يشوف النيل من ناحيتين، فهمة؟ ويشوف الجمالية لأنها رائعة، ويشوف في نفس الوقت الهرم، وما بينهم بيشوف الحاجات اللي اتعمل جديد، بس دي بلده. فأنا عايزة يعمل حاجة للحتة اللي اتولد فيها، اللي أمه حبتها، اللي مش عايزة تهاجر، لا ينجح، وينجح هنا وينجح بهنا على فكرة، ما يدرسش بره، ينجح يدرس هنا وبس، ويبقى حاجة. مش فاهمة أنا يعني، كلنا طلعنا من هنا، احنا عندنا امل انك انت تقدمي ده. مش عارفه انا بقى ولا غيري، بس نفسي قوي الناس ترجع لتفتكر بجد كل حاجه عظيمه طلعت مننا. ام كلثوم طلعت مننا على فكره، ما درستش في فرنسا، الناس بس بتنسى ليه يعني. وكل الناس اللي بره دول بقوا بره، ما جوش رجعوا حاجات الحلوه اللي عاشوا بيها، غير بقول لك الاسماء الكتير اللي هتلاقيها وموجوده، محتاجين بس ننكش شويه التراب ده. طيب لو ساندرا نشأت قررت تعمل فيلم عن حياتها تسمي ايه؟ الاسئله العميقه قوي دي. اسميه انا مش عارفه. انت مسميه البرنامج نقطه ونقطه وخط؟ نقطتين وخط. نقطتين يعني اول خط. انا الخط ده اللي تحت، يعني اللي هو مش عارف هي ابتدت ايه وهتخلص ايه. انا اظن ان انا الخط ده، يعني انا لسه في الخط ده، وبحس طول الوقت ان لسه عندي 18 سنه وانا اللي حابه السن، ما عمري ما بحس بسني، فانا طول الوقت انا حاسه اني الخط ده، وحموت في نقطه كده ما كنتش عارفه انها هتيجي، عشان كده انا خط، يعني انا مش عارفه بدايتي ايه، حصل ايه بالظبط، وهتخلص فين. انا هو ده باللعبكه دي كلها. طب بمناسبه الحب، في كلمه عجبتني افتكرتها انت قلتيها، ايه؟ انا قلتي انا الصدق هو وسيلتي للوصول للاخر. يعني ازاي بتحافظي على الصدق ده؟ اني ما انساش انا مين، يعني ما انساش ان في ناس كتير قوي بتبتدي تلبس وتعمل وتلبس بس بتنسى. عدم النسيان ده هو ده، عشان كده نجيب محفوظ بقى نجيب محفوظ، لانه يعني كتب على القهوه اللي بيقعد عليها، ما بقاش حد تاني، اي واحد، وممكن يبقى مولود مليونير بس هو الحد ده، ما انساش انا ايه. هو ده اللي بيطلع الصدق، هو الصدق ان انا بقى صريح مع نفسي، فلو بقيت حد تاني مش هعرفني.